طيب خلينا نعرف بقى، لأنه الحقيقة كان في تصريحات من امبارح كانت واضحة من محافظين كتيرة جدا على تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية. خليني أرحب دكتورة إيمان شاكر. دكتورة إيمان مساء الخير فندم. مساء الخير على حضرتك أستاذة عزة، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين، وأهلا بحضرتك. أهلا جميعا. بحضرتك أهلا. إحنا لما بنسأل حد من السادة المحافظين على فكرة الجو ونظام الدراسة سواء الجامعة أو المدارس بيقولولنا لما يقولولنا الأرصاد الجوية حالة الجو إيه. حضرتك شايفة إيه المحافظات اللي هتتأثر بأمطار شديدة، فبالتالي ممكن نتوقع من المحافظين إيه؟ تعطيل الدراسة، رغم ان في امتحانات اعتقد هتبدا من بكره او من بعده. هو طبعا يعني احنا فعلا كنا بدانا حاله عدم الاستقرار اللي كانت امس ذروتها، لكن الحمد لله ان امس كان يوم جمعه فكان اجازه بالنسبه لجميع المحافظات. نعم. فالحمد لله ما تعطلتش الدراسه في اي محافظه، لان طبعا كان العديد من المحافظات السواحل الشماليه، الوجه البحري، كل المحافظات، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، سيناء، مدن القناه، فالحمد لله ان عدى اليوم بسلام. لكن النهارده مهم جدا ان احنا ننبه طبعا ان في امطار الان بتشهدها بعض المحافظات، ومنها محافظات شمال الصعيد، الفيوم والمنيا وسوهاج وقنا واسيوط، امطار تعتبر ما بين متوسطه وما بين غزيره وامطار رعديه. ايضا في مناطق زي الغردقه وشرم الشيخ اتعرضت للامطار الرعديه المصحوبه بحبات البرد، يمكن في منظر اكثر من رائع في الغردقه، شوارع الغردقه انا شايفه صور، في صور عماله تجيلي كده ده حقيقي بتكتفي بحبات البرد، في تلج في الغردقه ده حقيقي فعلا، وايضا شرم الشيخ، وطبعا المناطق دي مناطق سيناء ايضا حدثت فيها بعض السيول حتى الان تعتبر متوسطه زي الطور، لكن الامطار ما زالت مستمره على سيناء وعلى محافظه البحر الاحمر وايضا بعض المناطق من شمال الصعيد. طبعا احنا في تحذيراتنا اللي اصدرناها منذ بدايه الاسبوع الماضي وضحنا ان الامطار على هذه المناطق ممكن تكون تؤدي الى تكون السيول على المناطق الجبليه زي وسط سيناء. اشد المحافظات مطر ممكن تدخل في مسألة انه تعطل الدراسة. هو النهارده حتى الان اشد المحافظات مطر محافظات شمال الصعيد وسيناء ومحافظات البحر الاحمر، هي دي اكثر مناطق بتتعرض. يعني معظم شمال الصعيد، يعني اسيوط والمنيا وسوهاج، وطبعا الفيوم تعرضت لامطار، ايضا سيناء شمال ووسط وجنوب سيناء. ممكن تصل لان المحافظين يعطلوا الدراسه بكره؟ هو على حسب طبعا امكانيات المحافظه في سحب وتجمعات المياه، لان ده طبعا بيرجع للمحافظه والشوارع بتاعتها وطبيعه الطرق والكثافه السكانيه، فطبعا كل محافظ احنا بنديله التفاصيل وهو بياخد القرار بناء على طبعا كل التفاصيل اللي عنده. تمام. طيب امتى هتنتهي موجه الصقيع المسقصع ده؟ نقدر نقول ان احنا هنبدا تحسن نسبي، لكن طبعا هتستمر الامطار غدا على السواحل الشماليه للبلاد زي مطروح واسكندريه، لكنها امطار خفيفه متوسطه ما فيش منها قلق. هتستمر ايضا على محافظه البحر الاحمر وسيناء، امطار متوسطه الى خفيفه برضو ان شاء الله تكون اقل من اللي حصل اليوم، لكن تجميع الامطار في مخرط السيول ممكن يحصل بكره، فده مهم جدا ان احنا ننتبه له. الطرق المؤديه لسيناء ومحافظه البحر الاحمر ناخد بالنا كويس جدا على اثناء السفر على الطرق. بالنسبه للقاهره الكبرى ده فجرا ولا بكره بالنهار؟ لا طبعا الليله دي وبكره، ده مهم جدا، لان ده بيكون نتيجه تجميع المياه اللي بتتجمع على المرتفعات وبتبدا تنزل في مخرات السيول، فلازم ناخد بالنا. القاهره الكبرى والوجه البحري ممكن يكون في فرص امطار خفيفه بكره ان شاء الله، لكنها امطار خفيفه غير مؤثره ان شاء الله. الشبوره الكثيفه هتبدا تعود في الصباح الباكر، مهم ان احنا ناخد حذرنا والقياده تكون بهدوء على الطرق الزراعيه والطرق السريعه في فتره الصباح الباكر، والتحسن يبدا نسبيا مع سطوع اشعه الشمس اثناء فترات النهار ان شاء الله. نتابع معاكي دكتوره ايمان، بشكرك، كل سنه وانتي طيبه. دكتوره ايمان شاكر بشكرك، شكرا جزيلا.